السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم يا أحبتي الصغار في حصة من حصص مادة القرآن الكريم. نبدأ اليوم بشرح درس 11 من سورة البروج. بداية نبدأ بالدعاء: اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة. تعالوا نتعرف على معلومات لسورة البروج. سورة البروج عدد آياتها 22. سورة البروج سورة مكية نزلت في مكة قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. تعالوا يا أحبتي الصغار نتعرف على آداب تلاوة القرآن الكريم من خلال السور. أحسنتم. الطهارة أدب من آداب التلاوة. أحسنتم. الاستعاذة وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسنتم. البسملة وهي تكون في بداية السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنتم. الخشوع وهو أدب من آداب التلاوة. أحسنتم. تحسين الصوت وهو أدب من آداب التلاوة. تعالوا يا أحبتي الصغار نستمع للآيات الكريمة لنحفظها بإتقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود. فرعون وثمود. بل الذين كفروا في تكذيب. والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد. في لوح محفوظ. تعالوا يا أحبتي الصغار نتعرف على معاني المفردات لسورة البروج. باء: إن بطش ربك لشديد. إن أخذه وبطشه للكفار شديد. الغفور الودود. الغفور لذنوب عباده. ذو العرش. صاحب العرش هو الله الخالق. المجيد. المستحق لصفات العلو. من ورائهم محيط. أي هم في قبضته وتحت سلطانه. تعالوا نتعرف على المعنى الإجمالي للآيات. يبين الله سبحانه وتعالى في الآيات الكريمة أن عقوبة المجرمين شديدة، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يبدأ الخلق وهو الذي يعيده، وهو سبحانه واسع المغفرة لمن تاب وآمن، وهو الكثير المحبة والود لمن أطاعه، وهو سبحانه صاحب العرش العظيم، وهو القادر على كل شيء ويفعل ما يريد. الله سبحانه وتعالى يذكرنا بالأقوام السابقة مثل فرعون الذي جمع الناس وقال لهم: أنا ربكم الأعلى.
وقوم ثمود الذين كذبوا نبيهم وآذوه وعقروا الناقة. الله تعالى يذكرنا بالأقوام الذين عاقبهم بسبب كفرهم، والله قادر على أن يعاقبهم كالسابقين، وهو القادر على كل شيء. والقرآن الكريم يا أحبتي الصغار مكتوب في اللوح المحفوظ، وهو محفوظ من التبديل والتغيير. تعالوا يا أحبتي الصغار نستمع للآيات الكريمة لنحفظها بإتقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود. وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد. ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود. هل أتاك حديث الجنود. فرعون وثمود. فرعون وثمود. بل الذين كفروا في تكذيب. بل الذين كفروا في تكذيب. والله من ورائهم محيط. والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد. بل هو قرآن مجيد. في لوح محفوظ. في لوح محفوظ. وإلى هنا نكون قد انتهينا من سورة البروج. شكرا لكم وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.